هنا تحولت الجبال والصخور من أرض صلبة إلى أرض تدب فيها الحياة، بها جميع المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطن لينتقل من العيش في عشوائيات لا تصلح للسكن الآدمي إلى سكن يليق بإنسانيته. كنت عايشة في أكشاكب السود ناحية المدابخ كده، وكان هناك العيشة غير آدمية خالص، والناموس والدبان والمجاري والنمل زي ما تقول قول، يعني عشنا عيشة بصراحة ما غير آدمية. الدنيا هنا جميلة، وبشكر سيادة الرئيس على المشروعات اللي وعد بيها ونفذها. مشروع المليون صحة دوت، أنا كنت عيان بالفيروس دي وتعالجت منه، زائد المشروع بتاع كلنا واحد دوت ما بينسناش. يعني نشكر سيادته يعني شكر كبير جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. نقلنا في مكان نظيف جدا جدا غير اللي احنا كنا فيه، كان غير آدمي. انا جيت هنا بقالي سنه، وكل الامكانيات هنا متوفره الحمد لله. هايبر فيه بتاع عيش قدامي، بتاع سمك، بتاع ادوات منزليه، كل حاجه متوفره لنا الحمد لله. والامان هنا الحمد لله زي الفل، والحمد لله يعني عيشه زي احسن من العيشه اللي انا كنت عايشاها بكتير الصراحه. يعني كنت عايشه في اوضه ب 500 جنيه، وكانت الميه بتدفع عليا المجاري، وكانت ريحه المدابغ جنبي. والحمد لله دلوقتي ربنا نعم عليا بشقة زي دي بعفش، وكل حاجة متاحة الحمد لله ليا. المشروع الذي صمم بعناية خصيصا لأهالينا الذين عانوا طويلا من الحياة في مناطق عشوائية، تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة، فأتوا إلى مجتمع متكامل وكبير أصبح لأهاليه وقاطنيه حياة جديدة بخدمات أفضل. النهارده ده أوقع وضع نقدر نتكلم حضرتك عليه على الواقع الطبيعي. الحياة اللي أنت شايفها آمنة تماما، مستوى النظافة، مستوى المعيشة، كل الإمكانيات متوفرة ليهم. كانت الست بتقول ربنا يبارك له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحنا كان التعبان بيطلع والعقربة بتطلع من الجحر تقرص ولادنا بتموتهم قدام عينينا، وإحنا مش قادرين نعمل حاجة. أظن مفيش كلام بعد كده في حق السيد الرئيس في نقل ال 18300 واحد. مشروع الأسمرات الذي ينقسم إلى 3 مراحل بمدينة تحيا مصر في محافظة القاهرة يعد من أهم المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، وذلك تأكيداً على استمرار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ولتوفير حياة كريمة لمواطنيها. إبراهيم عزت، هذا الصباح.